لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الأسماء وأنواعها. Nouns. الاسم Noun. مثل شخص، حيوان، جماد، مادة أو فكرة مجردة. بالنسبة للشخص، مثل امرأة woman، ولد boy، حيوان dog، horse، جماد car، house، مادة water، iron، beauty، democracy. الأسماء المعدودة countables، والتي يمكن عدها وتأتي مفردة أو جمع، مثل book، two books، several books. وتستخدم a وan مع الأسماء المفردة المعدودة فقط. الأسماء غير المعدودة uncountable، مثل music، happiness، air، blood، love. أولا، لا تسبق بأرقام، لا تستعمل أبدا مع أدوات التنكير، أي لا تقبل التنكير ولكن تقبل التعريف باستخدام the. لا توجد لها صيغة جمع، لا يمكن استخدامها مع many and several. الأمراض أيضا، أسماء لا تعد، مثل AIDS، anthrax، gout، measles، mumps، pneumonia. والعلوم أيضا، مثل arithmetic، astronomy، biology، economics، history، mathematics. وأيضا الألعاب، مثل baseball، billiard، chess، football، ice hockey، rugby. ثالثا، أسماء العالم proper nouns، مثل الناس، علي، الأماكن أو المدن، مثل كايرو، الدول، مثل Egypt، الأشهر، مثل March. أولا، يكتب الحرف الأول من هذه الأسماء كبيراً capital. ثانيا، لا يقبل أدوات التنكير ولكنه يقبل أداة التعريف the مفردة دائما. استعمالات الاسم كفاعل subject، مثل water is very important in life. كمفعول به object، مثل he showed kindness to the poor. بعد حرف الجر preposition، مثل he has something of importance to say. بعد الصفة adjective، مثل London is a wonderful city. أو بعد صفات التملك possessive adjectives، مثل I felt pity for her son. I felt pity for her son. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.